أرجو التوضيح في الحكم الشرعي في التدخين. الجواب: من قواعد الشريعة أن الأصل في المنافع الإباحة، وأن الأصل في المضار التحريم، ولا تجد شخصا عاقلا يقول إن التدخين فيه نفع، بل يكون ضارا للسمع والبصر، ويكون ضارا للعقل، ويكون ضارا لجميع للجسم. هذا من جهة، ومن جهة ثانية يكون الشخص قدوة سيئة لأولاده، فإن أولاده وبخاصة إذا كانوا صغارا يقلدونه، لأنهم يعتقدون أن ما يفعله والدهم أنه من الأمور الطيبة، وقد يتوسع التقليد فيقلده جاره، أو يقلده أحد من أشخاص من ضعاف العقول. ومن جهة ثالثة، هذا من التبذير، والله جل وعلا يقول: ولا تبذر تبذيرا، إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. فالتبذير هو دفع المال في الأمور المحرمة، وهذا بخلاف الإسراف، فإن الإسراف هو دفع المال في الأمور المباحة، لكن يتوسع فيه أكثر من الحاجة. فلا بد أن يتنبه الشخص بأن هذا من التبذير، وأن التبذير محرم. وبالله التوفيق. وبالله التوفيق.